نقطة شغلاني وأعتقد شغلانا كلنا، محمد صلاح دائما هو تحت التقييم، ودائما محمد صلاح لعب مباراة حلوة ولا مش مباراة حلوة النهارده. النهارده وأنا بتفرج على المباراة في كذا لقطة كان يبقى في اتنين جنب محمد صلاح وفي واحد مغطي عليه كمان تمرينات، والكرة بتروح لمحمد صلاح برضه. يعني لاعب منتخب مصر، أي لاعب في الملعب هو عنده تصميم إنه أنا هدي لمحمد صلاح، هو ده اللاعب الحريف اللي عندنا أو اللاعب الكبير اللي عندنا هديله وإن شاء الله هيتصرف. فهل ده بتبقى تعليمات مدير فني ولا دي شخصيه اللاعب وانطباعاته؟ ان انا زي ما كنا بنلعب زمان احنا لما بنأجر ملعب خماسي نشوف مين اللاعب الحريف نديله الكوره وهو هيتصرف. هل ما طبعا ده مش هيحصل في الكوره الحقيقيه يعني في 11 11، ايه الازمه؟ وعشان ده اللي بيخلي اعتقد محمد صلاح هيطلع بشكل مش اعظم حاجه والناس متخيلها والاكسبكتيشنز بتاعت الناس. الازمه متراكمه. محمد صلاح بالتاكيد هو خارج التقييم طبعا. محمد صلاح وجوده في الملعب بيدي لك ثقه ان انت معاك كابتن ماجد، يعني معاك سوبر هيرو في الملعب. انا بالنسبه لي وانا بلعب منتخب مصر عندي محمد صلاح، فانا عند حتى جمهور ليفربول بيتعامل ان انا عندي سوبر هيرو هيعمل اي حاجه. فوجود محمد صلاح في الملعب مطمن للكل. انا النهارده الراجل المدرب بتاع غني النهارده بيتكلم بعد الماتش ان وجود محمد صلاح بيربك الكل، اللعيبه كلها بتتوتر اول ما يمسك الكوره، فطبيعي ان هو يتوتر، وطبيعي ان الملعب كله بيميل ناحيه محمد صلاح هجوميا لمنتخب مصر ودفاعيا للفريق الثاني. ولكن انت النهارده مطالب ان انت دايما تستخدم محمد صلاح كطعم في الملعب. محمد صلاح وجوده بيشكل خطوره كبيره جدا. فمحمد صلاح النهارده الاوفرلود اللي معمول دايما في الجبهه اليمين بعمر جابر وجنبه محمد صلاح، لازم اشتغل بقى على احمد سيد زيزو وحراره على طول. كتير بنشوف في الكره الحديثه اجمع اللعبه في حته امير عشان اعكسها الناحيه الثانيه واحط مثلا زيزو او مرموش او تريزيجيه، ربنا يوم السلامه واحد على واحد. كتير بعمل كده. محمد صلاح النهارده هرب لغايه نص الملعب في الشوط الاول، حط كوره حط عمر مرموش هو الجون. هي دي قيمه محمد صلاح. لكن طول ما انت عندك محمد صلاح فانت دايما هتلاقي نفسك 2-3 حواليه. انا النهارده كلاعب النهارده لو في وضع مش مظبوط بالكوره اول حاجه هعملها هقوم باص الكوره لمحمد صلاح. يعني هدي وعلى فكره دي لعبتنا لعيبه كبيره جدا وكلهم دوليين، لكن في الاخر هقوم جاي احط الكوره لمحمد صلاح، تحس ان هو بر الامان بالنسبه لك. وانا خايف كره تقطع مني في حديها لصلاح واسند عليه هيتصرف هيحجز هيلف. انا اشترك معايا يا امير، انا بحط نفسي مكان محمد صلاح. محمد صلاح بتكوين اللعب او بنى اللعب مثلا في ليفربول كله عشان يخدم على صلاح انه يديله الكره قدام الجون في معظم الاحيان. طبعا في مواقف اتحط فيها صلاح ورا شويه، احنا هنا بنحاول ندي الكره لصلاح عشان صلاح هو اللي يبدا يدي الثروات، يبدا يبني اللعب، يبدا يشتغل هجوميا مع اللاعبين، مش ان هو اللي يروح للجون. ودي نقطه شغالين على فكره مش النهارده، في كل المباريات مع كل المدربين. طب ازيدك من الشعر بيتا. في الدقيقه 50 في لقطه كده لما كان منتخب غينيا ماسك علينا كوره بقى ونبي كايتا ومريبه والناس الحلوه دي مقضياها خمسات علينا، فكان محمد صلاح هو الوحيد عندنا اللي في نص ملعب غينيا، فلقى نفسه بيبص يمين وشمال، لقى نفسه لوحده، فقعد يشاور بالظبط المرموش ولزيزو زقوا معايا اضغطوا معايا. فمش محمد صلاح بس يا عيني اللي هو بيدوله الكره يقولوا له اتصرف او عليه عبء ان انت بقى الراجل سوبرمان بتاعنا فلازم تتصرف، لا ده كمان احيانا بيلاقي نفسه في مواقف بيبقى عايز يعمل حاجه للفريق ومش عارف يساعد الفريق، مش لاقي بالظبط. والنهارده على فكره برضو انا مش قادر الوم فيها عمر مرموش قوي لانه مش مركزه، كان بيعمل الكوره اللي دايما بيعملها لساديو ماني في ليفربول كده على وهو مش شايف بالظبط على المغمض، بتروح في الاخر خالص تتفاجئ فيطلع شكلها يضحك. فتلاقي الناس على السوشيال ميديا ايه ده صلاح فين صلاح بتاع ليفربول، ايه البصه دي وايه التمريره دي والعرضيه دي. فانا عشان كده بقول ايه، بقول ان انا كان يهمني ان احنا نعدي ماتش النهارده. انا متفائل ان كابتن ايهاب جلال يحسن شكلنا هجوميا. لان احنا دفاعيا ماشي ممكن يكون عملنا ماتش مقبول النهارده رغم ان برضو غايب عننا احمد حجازي، غايب عننا احمد فتوق، غايب عننا اكرم توفيق. كان في بعض الاخطاء كان ممكن غينيا تسجل من واحده او اتنين، بس في النهايه كان شكلنا دفاعيا مقبول. بس انا بقى كابتن ايهاب جلال انا عايز بقى شغل هجومي افضل. لان احنا مع كيروش كنا شغل دفاعي يعني بقى على ميه بيضاء، شغل دفاعي عظيم، وكان حجازي يغيب مفيش مشكله في محمد عبد المنعم، الونش يغيب مفيش ازمه في ياسر ابراهيم، لا ده كمان محمود في ربيع، اي حد هحطه هيعرف يدافع. فالمسانيه هجوميا بقى انت زي ما انت تقول كده، انا عايز احافظ على المنظومه الدفاعيه اللي اتبنت باللعيبه دي، واللي بالمناسبه بتبقى كويسه احيانا كتير مع الاهلي ما بيلعب بره مع الزمالك، فكره اللعب تحت الكوره. فكره بقى وانا معايا الكوره وانا مستحوذ ازاي هخلق فرص، ازاي هطلع بالكوره، ليه لما منتخب غينيا يهاجمني او يضغط عليا بخمس ست لعيبه ما اعرفش اطلع بالكوره. في لقطه يعني النهارده انا مثلا مسجل خمس ست لقطات يا كريم، منتخب مصر بيبني الهجمه بسبع لعيبه في نص ملعب منتخب مصر، صح الاربع مدافعين، يعني
ليه ايمن اشرف يقف وعمر جابر يقف؟ ما واحد يطلع بس خطوتين قدام هيشد الراجل معاه. ليه النهارده امام عاشور واقف السلاية واقف خطوتين قدام هتعدي نص الملعب؟ عشان اللعيبه مش حافظه. بس بالظبط انت لازم يكون عندك كده، خاصه ان انت دلوقتي مع اول ماتش الكابتن ايهاب لقينا امام عاشور في الملعب. انت عندك امام عاشور، عندك زيزو، عندك تريزيجيه، عندك عمرو السلية، عندك محمد ابراهيم، عندك محمد رضا بوبو، عندك مجموعه من اللعيبه مهند لاشين اللي تلعب في مركز 8 ده اللي هو اهم مركز، اهم اتنين في مثلا مانشستر سيتي كده هتلاقيهم الاثنين التمانيات دول هم اللي بيخلقوا كل حاجه. اللعيبه دي بقت خلاص هي ليها دور فعال جدا. هم دول رقم 10 بتاع زمان. ما بقاش في رقم 10. ما بقاش في رقم 10 دول بقوا يقوموا بدور رقم 10. فبالتالي انت لازم تبقى مركز قوي في الحتتين دول. مركز قوي النهارده ان اللعيبه دي هو دول اهم عنصرين بالنسبه لي في الطلوع بالكوره. هم دول اللي بيساعدوني بيغيروا شكل الفريق هجوميا ودفاعيا. هو ده اللي الكابتن ايهاب لازم يشتغل عليه الفتره الجايه. انا مثلا ممكن اروح لسكه، انا ما اتمناش عمر مرموش يلعب مهاجم طول الوقت. اتمنى مين؟ انا بتمنى مصطفى محمد. مصطفى البروفايل بتاع المهاجم. مش بتكلم على مهاجم محطه، مهاجم يعني مصطفى محمد، احمد عاطف، محمد شريف، مهاجم بمعنى كلمه المهاجم. تواجده جوه الصندوق واحساسه مختلف. عمر انا العب بعمر لما اكون بلعب قدام فريق بيلعب كامير هاي لاين ديفنس او فريق بيلعب على المساحات، فعندي اخلي عمر مرموش يتحرك ياخد في ظهر الديفنس. لكن النهارده عمر ما ظهرش غير في كوره، هو فعلا اتحرك اخدها من صلاح كويس جدا، لكن انا ما ينفعش اعتمد على عمر في 90 دقيقه عشان يخطف واحده في ظهر الديفنس. والفينشنج كان وحش بالظبط. الراجل كتر خيره يعني. مصطفى محمد جوه ال 18 يقدر يضغط، ياخد كوره، ياخد سكند بول، ياخد كوره مكعبله زي بتاعه النهارده، يقدر يعمل حاجات كتيره جدا، يقدر ياخد واحده عاليه. وجود المهاجم كمهاجم وتحتيه محمد صلاح، تحتيه احمد سيد، زيزو، تحتيه تريزيجيه، يفتح لنا اعتقد وسائل اكتر ان انت توصل للجول.